قص علينا النبي صلى الله عليه وسلم قصة عن عالم بني إسرائيل. قصة الحقيقة يعني جميلة جدا جدا، تعالج هالموضوع هذا اللي ذكرته قبل قليل. قال كان عالم من بني إسرائيل يتصدى للعلم والفتية، وبني إسرائيل يجتمعون حوله ويسألونه ودائما مشارك، وكان عنده زوجة يحبها حب شديد متعلق فيها، لعلها ماتت فحزن عليها حزن شديد، فدخل البيت وانقطع عن الناس يوم يومين ثلاثة أيام أربع أيام، المسألة طولت والناس محتاجين له. راحوا عند الباب، ذهبوا عند الباب يسألونه، ما يرد عليهم أبدا، وكان يسأل الخادم في أحد، قالوا بقي واحد اثنين ثلاثة، حتى يسأل بقي أحد، قالوا لا راحوا، فيجلس. المهم جاءت امرأة من بني إسرائيل قالت لنا عندي مسألة مهمة، فانتظر الناس حتى ذهبوا، سأل الخادم في أحد، قال ما بقى إلا امرأة تقول ما أروح لين يجاوبني، عندي مسألة مهمة وخطيرة لازم يجاوبني. وجلس فترة، راحت قال لا ما راحت، جالسة منتظرة نشبة ناشبت له في عند الباب. قال ما دام بقي له هي خلي بطلع لها جاوبها وتمشي عشان ما تقعد تشغلنا تجمع الناس بعد. قالها نعم. قالت يرحمك الله، أنا لي جارة وكان عندها قدر جميل الحقيقة، وأنا أخذت عارية منها وجلس عندي كم يوم وطبخت فيه وصراحة عجبني وحبيت هالقدر هذا. جات جارتي قالت رجع، قلت أبدا ما رجع هذا حقي. قالت ما يجوز اتق الله. قلت لها أبدا أنا حبيت هالقدر ولا يمكن أرجع، هل يجوز لي أحتفظ فيه؟ قال لا ما يجوز، هذا حقها، أعيد العارية إلى صاحبتها. قالت يرحمك الله، وهل زوجتك إلا عارية عندك؟ قال سبحان الله، فانتبه كأنه يعني صحى من غفلة عظيمة، فعاد إلى العلم والتعليم مرة أخرى بسبب هالمرأة الحكيمة العاقلة.